خلينا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبتدي بطبيعة الحال من القاهرة. العظمى فيها 20 والصغرى 10، الإسكندرية 17-11، مطروح 17-11، سيوة 17-10، بورسعيد 19-11، دمياط 19-11، الإسماعيلية 20-10، السويس 21-10. العريش العظمى 18 والصغرى 11، طابة 22-13، كاترين 16-3، شرم الشيخ 24-14، الغردقة 25-14، الفيوم 21-10، بني سويف 20-10، والمنيا 19-8. زي ما بنقول بيحصل ارتفاع في درجات الحرارة في جنوب مصر في الصباح، وبيحصل انخفاض شديد في أثناء الليل. هنشوف من أول بقى أسيوط درجة الحرارة هتكون 20 والصغرى 8، سوهاج 22-9، قنا 23-10، الأقصر 28 درجة والصغرى 10، أسوان بتسجل 30 درجة النهاردة والصغرى 12، الوادي الجديد 24-8، شلاتين 30-12، أما حلايب العظمى فيها 29 والصغرى 13. إجمالا الجو إن شاء الله مستقر، استمتعوا، اللي عنده النهاردة مشاوير يقدر يقضيها بمنتهى اليسر والسهولة. إن شاء الله الجو هيكون ظريف جدا النهاردة وبكرة. أحمد وجمانة الجو لطيف. شكرا يا منى. الحمد لله، بنشكر ربنا. الحمد لله. شكرا يا منى.